كشي، فلافل، منكوشي، اندومي، هاي كلها تعتبر المصطلحات اللي دائما كانت تنحكى للشعر الكيلي غالبا. يعني بداية الفكرة يعني خلينا نحكي كتير قديمة، من يمكن من لما ولدت بنتي صار عمرها اليوم 8 سنين وأنا عم بدور على حلول تساعدني للعناية بشعرها، وبلشت أقرأ بهذا المجال. يعني اتجهت من أنا حدا بمجال المنظمات والتمكين الاقتصادي للمرأة، وفجأة لقيت حالي بخضم المعركة، بدي أقرأ، بدي أطلع بنتي بأحلى صورة ممكنة. زي أغلب الصبايا الأردنية، يعني بالنهاية إحنا مجتمع يميل أكثر إنه يكون شعرنا مزخرف كيرلي وفيه نمط، هو مش شعر ستريت. فبآخر 3 سنين صرت عم بشتغل شوي بشكل منظم أكثر، كوني عشان أوصل لمرحلة فهم كامل للشعر اضطريت كتير أدرس يعني مصادر وأروح على أكاديميز وأخذ هاي المعلومات، كانت بس لا يعني إشي شخصي وبيني وبين الناس اللي حوالي. وبعدين اتجهنا لكيرلي مش كشة عن طريق فتح سنتر متخصص بالشعر الكيرلي، يعني من ضغط الناس إنه أوكي فهمنا بس مش عارفين مثلاً البداية، ما بعرف قد إيه أحط منتجات، أو المنتج حطيته بس ما ناسب شعري. وهو يعني فعليا هذا هو اللي بيصير، يعني لو نجيب 10 بنات شعرهم كيرلي كل واحدة ممكن تختلف المادة اللي بتحتاجها وكميتها عن الثانية، مع أنه ممكن يبقوا حولي أنهم بنفس شكل الشعر بنفس لون الشعر بس ألاقي خصائص مختلفة بين شعر والثاني. هل فيكي تحكي أنه صار شوي هو شغف لإلي؟ وأنا صغيرة كنت كتير أتعرض لهاي الكلمات أو المصطلحات، فلافل، منكوشي، كشي، فضليت محتارة بين أنه أنا بدي أرضي الناس أو بدي أرضي حالي. فصفيت وصلت لمرحلة أنه أنا بدي أعمل لشعري أنه سشوار دائم، فصرت فكر فيها أنا رح يصير يطلع شعري الجديد من هون رح يكون كيرلي من تحت ساحل، ما عرفت أوصل لخراج. شوي صرت أحضر فيديوهات إنستغرام هيك، فحسيت أنه لا فعلياً أنا الله أعطاني إشي كتير حلو، بس هو بده فرصة لأنه أنا أهتم فيه لا أكثر ولا أقل. فبلشت أهتم بشعري، بعدين صرت انا خلص بحب اي حدا شعره كيرلي وهو مش عاجبه شعره انه لا تعالي انا بحكي لك شعر كيرلي كتير حلو. ومن هون خلص صرت بحب الشعر الكيرلي وبعتني فيه، واي حدا مش بس انا. يعني انولدت جوانا بشعر كيرلي، هي الوحيده تقريبا من العيله، يعني كان اشي غريب، بس انا من الامهات اللي بحب الشعر الكيرلي، وكنت عم بستنى انه يطول شعرها ونشوف لوين راح نوصل. اول اشي اهلا، انا جوانا بني يونس، انا كثير بحب شعري عشان هو كيرلي. هلا اول صعوبه واجهتها جفاف شعرها والتشابك الموجود، فهذا كان ياثر على الحمام، وانه هي ما ترضى انه وقت التمشيط اصعب اشي عندنا. انا يعني بحب شعري كثير، ويعني بس حدا يعني يشوف شعري هيك I feel like أنا كتير عندي a lucky hair. أبداً إنها هي ما تلجأ للبروتين، للمنتجات الكيميكال، ما تستخدم السشوار والحرارة أبداً على الشعر الكيرلي، تحبه، تعلم طفلها كيف يحب الشعر الكيرلي وتتعلم روتين العناية بالشعر لأنه كتير سهل. وأنا صغيرة الحمد لله ما كنت أتعرض نهائياً للتنمر، كان شعري كتير حلو، وأغلب إشي بالمدرسة أني كنت أعمله جدولة، فما كنت أتعرض للتنمر. ممكن بالجامعة كنت أسمع كلام شوي فيه تنمر، بس أنه أنا متقبليته لأني بحبه. أم كشة، فلافل، زي هيك هاي الكلمات، بس أنه عادي يعني أنه لأني مميزة فالناس بتحكي هيك، ما عمره حدا تنمر على حدا إلو كان فيه إشي مميز. تقريباً بالجامعة حسيت أنه لازم أهتم فيه زيادة، ف شفت شو بيجيبوا البنات، ما كنت عارف إذا هو صح أو لا، بس كان ها شعري مثلاً يتحسن. خلال فترة الكورونا كان إنه أنا بالبيت، فحكيت إنه أشوف يعني كيف ممكن أحسن من شعري. كتير انتشر موضوع الشعر الكيرلي وكيف نعتني فيه، كيف مثلاً إنه برودكت هاي كويسة أو لا. فالحمد لله بفترة الكورونا كتير عرفت شغلات وقرأت من الجروبات على الفيسبوك وتعلمت. يعني ربنا بيميز الواحد بشيء معين، ناس بتتميز مثلا بعيونها زرقاء، ناس بتتميز باي شيء في الحياه. ربنا اعطانا الشعر الكيرلي عشان نكون مميزين عن الكل، وهو بعطي شخصيه وبعطي كاركتر غير عن اي شيء ثاني، يعني بخليكي انت شخصيه مميزه. هلا بالنسبه للسي جي ام، انا برضو ما كنت بعرفه، على الفيسبوك كنت ادخل جروبات اسمع كثير عنه، لحتى صرت اقرا مع الوقت.
انه السي جي ام هو ماخوذ من كلمه كيرلي جير ميثود، هو عباره عن نظام مخصص لنايب الشعر الكيرلي، تمام؟ فهم كانوا ماخذين بعين الاعتبار كل شيء بفيد وبضر الشعر الكيرلي، فسحبوا من نظامنا كل شيء كيميكال ممكن يضر شعرنا، بيؤدي ل مثلا نحكي تقصف، تكسر، تساقط بالشعر النفسي. طبعا كمان هي اوريدي اصلا احنا موجود بشعرنا هاي النفسي، لانه احنا عندنا كل خصله بتلف بشكل معين. مثلا في ناس كانت عم تستخدم السيليكون على اساس انه هو شيء منيح، بس بالمقابل السيليكون بيعمل هو بلدب للشعر، بتراكم على الشعر. احنا منتجاتنا بتكون للسي جي ام خاليه من اي ماده ممكن تضر الشعر. هلا بتعرفي اول ما يجي البيبي شعره ستريت كيرلي، شو صار لف ما لف، بكونوا خايفين الناس يقول لك لا لا ان شاء الله بيطلع ستريت. انا ما كان عندي تبعت ما شاء الله ان شاء الله يطلع ستريت، انا بالعكس بدي شعر بنتي يكون كيرلي، انا عندي هذا الحب له، بالنهايه انا شعري كيرلي وجاي من عائله اغلبنا شعرنا كيرلي. اللي اخذني باتجاه انه لا بدي منتجات منيحه لها، لانه اغلب الحوامل بتصير تسالك معلش استعمل الاشي الفلاني ولا ممكن يضر البيبي، احنا بنصير ندور على الاشياء الاورجانيك والخاليه من المواد الضاره. وبس اجت كانت مسؤوليتي يعني مسؤوليه الام اتجاه هاي الطفله، انه ما بدي انا ماده ضاره تنحط عليها. بحبه كثير يعني دائما هيك، لما حتى اذا it's a bit of a trouble اني هيك امشطه it's still fine because I love my hair the way it is. هو زمان كان يغلبني فقصيته، حتى هلا لسه شوي بغلبني، بس as I said I like my hair the way it is. بالنسبة للشباب اللي يكونوا موجودين عندنا دائما بيعانوا من شغلة انه هم بيروحوا عند حلاق عادي مش فاهم المشكلة الأساسية اللي هم فيها، انه شعرهم كيرلي، والكيرلي هير بيختلف عن الستريت او اي شعر تاني، والكيرلي هير بالذات يعني في اختلاف بينه وبين اي كيرلي كمان تاني. يعني احنا الشعر الكيرلي في له مساميات متعددة، في بروسس متعدد عشان احنا نستخدمه ونمشي عليهم، في لهم ممكن نحكي عن برودكت خاص لكل شعر وكل نوع من انواع الشعر. في الشعر الكيرلي بالذات او الاشخاص اللي عندهم شعر كيرلي بيعانوا من هاي المشكله، واللي هي بتكون موجوده عندهم بالشارع لو هم ماشيين بيطلعوا الناس فيهم بطريقه غريبه، اهلهم احلقوا دائما قصير شعركم ما تربوا. بالفتره الاخيره صرنا الكيرلي صار موضوع هو ستايلش اكثر، يعني احنا ممكن نمشي فيه على شكل احلى بصير، ممكن نعمل اكثر من شكل بنفس الشعر، يعني بذات الشعر نفسه. وصارت يعني المشكلة اللي هي بتواجههم بغالب الأحوال إنه هم لما يروحوا مكان عام بتكون نظرة الناس إلهم غريبة. بنصحهم صراحة عشان يعرفوا الطريقة اللي هم بدهم يستخدموا فيها المواد خاصة بشعرهم، لأنه في أكتر زي ما حكيت لك في أكتر من نوع من أنواع الشعر الكيرلي نفسه، وكل كل نوع من هالنوع هاي بده يستخدم إشي وبرودكت معين عشان يقدر يعتني بشعره أكثر.